نسير مشاهدينا الكرام، هنا سفينة التحدي والانطلاقات في أرضية هذا الميدان، وشوطنا السادس ينطلق ويبحر بناموس الجعدان بينما تسير وتتزايد الأعداد من شوط إلى شوط. نسير إلى هذا الشوط، هو الشوط السادس، والنصر من ينتصر في بداية المشوار. سلطان بن مطر بن شميل الاجتبي من يحتل البداية الأولى، بينما المركز الثاني شاهين مطر بن عبيد بن غدير من يحتل المركز الثاني المركز الثالث. نسير هناك إلى زعفران سالمين بن سالم الشامسي، والمركز الخامس مياس عبد الله بن علي بن راشد بن معيصم من يحتل المركز الخامس. هكذا هي النتيجة أيها الحفل الكريم ولمجريات هذا الشوط، وال1500 متر الذي تسير بهذه الانطلاقات. لا زال بن شميل من يحتل البداية الأولى، سلطان بن مطر بن شميل لا زال مع الانتصار ومع النصر ومن يقدمه، بينما المركز الثاني شاهين مطر بن عبيد بن غدير من يحتل المركز الثاني المركز الثالث. سالمين بن سالم الشامسي يحتل المركز الثالث. المركز الرابع واصل شاهين عبد الله بن علي بن عجيل من يحتل المركز الرابع، ولكن هنا الهجوم القادم من خلال تواجد مياس عبد الله بن علي بن معيصم من يحتل هذا الموقع وهذا المكان. يا سلام يا سلام، هناك تقدم مشاهدينا الكرام بسالم سالمين بن سالم الشامسي، تقدم مع وجود زعفران على المركز الاول من يحقق الانتصارات سباقا بعد سباق وناموس بعد ناموس وتحدي. زعفران لا زال على المركز الاول، سالمين بن سالم الشامسي يقدم زعفران. سلام لهالي زاخر، سلام بو سالم على هذا الفوز والانتصار الذي قدمه زعفران حتى هذه اللحظات، مسيطر على ناموس هذا الشوط ليحقق انتصاره ويسجل اسمه بحروف من ذهب. سلام أكيد سلالة مشكور الحدود تهانينا والناموس على هذا انتصار المركز الثاني. هناك أيها الحبل الكريم نجد حميد بن عبد الله بن غليط احتل المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث الليبي، شاهين مطر بن غدير يحتل المركز الثالث مشاهدينا الكرام. النصر في المركز الثالث، سلطان بن مطر بن شميل تهانينا والناموس على الفوز والانتصار. 215 ثانية، تهانينا لسالمين بن سالم الشامسي على فوز زعفران بالمركز الأول.